للزميل العزيز المتألق إبراهيم فايق وضيوفه الكرام الكباتن الكبار المعلم حسن شحاتة، ملك النص فاروق جعفر، النجم الكبير حسام غويبة، والمتألق سيف داوود. وبسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي المشاهدين، وحصريا على دي ام سي سبورتس انتقي بسم الله وعلى بركة الله بداية مشوار الزمالك الأفريقي. مايكينجو في الامام رقم 17، ايامو 13، وليبو 7، والاخطر عرفات جيكو. كوره عاليه جوه منطقه الجزاء واول كوره زملكاويه. حكم اللقاء يشير بالاستمرار، ضغط زملكاوي مبكر في الدقيقه الثالثه من هذه المباراه، وراس الحربه الصريح والمهاجم المتقدم وهداف الزمالك في الدوري طبعا النجم كاسونجو رقم 23. انطلاقه وعرضيه، استعجل فتوح، كان لازم يدوس ويدخل ويقرب بالكرة، وكان ممكن يدخل بيها كمان جوه منطقة الجزاء، لكن أمامية مرة أخرى إلى عرفات جيكو، قرر التسديد فخرجت التسديدة من المسافة دي، لوحت زي ما شفنا كده من مسافة بعيدة، وكمان أنشئ وافتتح سنة 2009، لكن أرضية الملعب فيها بعض المشاكل زي ما احنا يعني شايفين وملاحظين، وده أجبر الكابتن إيهاب على تعديل تعامله، طريقة تعامله مع هذه المباراة. النهاردة عنتر مش موجود، مطلوب التركيز، مطلوب التركيز في التعامل مع الكرات الثابتة والكرات العالية جوه منطقة الجزاء، يبعدها الدفاع، توصل كرة لكاسونجو من أبرز لاعبي هذا الفريق. ضربة حرة إثيوبية من ناحية اليمين في نص الملعب، هتتلعب بالقدم اليمنى، تتعلق لفوق على حدود منطقة الجزاء، يبعدها الدفاع الزملكاوي، ممكن تبقى هجمة مرتدة لو اتلعبت بسرعة، اتلعبت بالفعل بسرعة لكن برضو كان فيها تسرع. نبي فيسيا زي ما احنا شايفين اللي واقف في المنطقة الفنية ده، وشكله هيكمل كده طول المباراة. راحت الكرة في اتجاه المرمى لكن ضعيفة جدا وسهلة يمسكها الحارس بابسا. فريق بلا تاريخ، فريق إمكاناته محدودة، وزي ما يعني المعلومات المتاحة عنه انه حتى مش بيصرف بالقدر اللي بتصرف بيه باقي الفرق الاثيوبية. كرة عالية تروح في اتجاه المرمى 14 بعد الفوز على الدفاع 1-1 في المباراة، والفوز بركلات الترجيح بعد كده 4-2، وبالتالي شاركوا في الكونفدرالية هذا العام كأول مشاركة قارية. معروف يوسف يلعب الكرة طويلة أمامية كاسونجو، لكن يخرج بابسا وعلى إيشيتو مينا. أمامية اتقطعت، ومرة تاني محمود عبد العزيز والكرة المشتركة، خلصها لنفسه عماد، عماد فتحي، يمشي عماد يقتحم منطقة الجزاء، يلحق عماد، يا دوب يلحقها ويلمسها، لكن كان 5 أو 6 دقايق كان يعني الوضع، كان الزمالك كان شكله احسن، لكن دلوقتي متراجعين شويه ومدين الفرصه للفريق الاثيوبي انه يسيطر ويمسك كوره، وبداوا يتجرأوا وبيحاولوا يوصلوا، اهو وصلوا فعلا لمنطقه الجزاء واول اهداف في اللقاء. الفريق الاثيوبي يسجل بعد ما تراجع الزمالك وادى الفرصه لولايتا ديتشا انه يتجرأ ويوصل لمنطقه جزائه ويقتحم كمان منطقه الجزاء، واستلام من عرفات وتسديده واول اهداف في اللقاء. يتقدم الفريق الاثيوبي، اعتقد داويت، يا ريت داويت هو صاحب الهدف في الدقيقه 16. فرحه كبيره طبعا لفريق ولايتا ديتشا، انجاز كبير بالنسبه لهم ان هم يوصلوا الى مرمى الزمالك من ناحيه الشمال، وبالقدم اليمنى رايح لها عماد فتحي، يلفها عماد عالية جوه منطقة الجزاء، يبعدها الدفاع لكن في صفارة من تشيزينجا، وضربة حرة على محمود علاء زينجا، لكن القرار لا رجعة فيه. اعتقد ده الهدف، دي ده الهدف فعلا، هو اعادة للهدف، استلم جوه منطقة الجزاء وبرجله الشمال يحطها في شباك احمد الشناوي، وفرحة طبعا. ضربة حرة تاني، ونخلي بالنا ضربات الحرة والكرات العالية في منطقة الجزاء، الشناوي في المرمى، والتعليمات للاعبين، داخلين على 20 دقيقة في هذه المباراة وأول أهداف اللقاء بمعرفة الفريق الإثيوبي. تتلعب الكرة عالية، يخرج الشناوي قوي بدري قوي، ده لسه 70 دقيقة في المباراة. تلعب الكرة مرة تاني، 1-2 تاني جوه منطقة الجزاء، خطيرة جدا، اتقطعت الكرة مرة أخرى. يتدخل الدفاع الزملكاوي لأنه يدخل ويعود من جديد بقوة في أجواء اللقاء،
ضربة ركنية ومحمود علاء متقدم، وبالفعل الكورة تروح لمحمود علاء لكن تعدي وتتلعب أمام، والزمالك بيحاول. معروف يوسف ومحمود عبد العزيز اللي سجل هدف في آخر لقاء في الدوري أمام طلاع الجيش من ضربة حرة من كرة ثابتة اتصلحت له فعلا وسدد عبد العزيز لكن بعيد جدا وتطلع الكرة بره ضربة مرمى. فريق ولايتا ديتشا كان بعض التغييرات الفنية كده بسبب أرضية الملعب، الأمر صعب لكن ممكن التعامل معاها مش مستحيل يعني. كاسونجو يعدي كاسونجو ويجي طارق معروف، والكرة الطويلة كالعادة لكاسونجو، كاسونجو كانت على رجله الشمال وكان عنده فرصة انه يلعبها فيرست تايم على طول وياخدها واحدة كده يسارية. مينا يتشيتو مينا تعدي الكرة محمود علاء وكرة خطيرة لكن يغطي النجاز بشكل كويس، تغطية عكسية ممتازة. عرفات جيكو التجولي يعدي التجولي من ناحية اليمين، عرفات جاكو ترجع الكرة تاني لمايهو والكرة العالية جوه منطقة الجزاء يبعدها الدفاع، لسه الكرة خطيرة يخلصها الزمالك على طول إلى معروف يوسف والكرة شوفت لعبت على الأرض يعني وهو بيسدد أو كرة غلطة والتعادل يا ولد. الله على الجول، عماد فتحي يفتح أبواب التهديف للزمالك في الكونفدرالية. خطأ دفاعي قاتل وتربص وتحفز ممتاز من عماد فتحي، يستغل الخطأ يستغل الغلطة ويفتح كل الأبواب في هذه المباراة، يسجل الزمالك. القناص عماد فتحي يراهن عليه إيهاب جلال سواء عند الشراء لما اشتراه لما راهن عليه واختاره لكي ينضم للزمالك في يناير، بدايته كانت رائعة محليا في الدوري والآن كمان بداية أفريقية رائعة. لاعبين صغار السن مواليد 99، ادي الغلطة ايه تافيسي بيعيدها لحارس مرمى يلعبها قصيرة، يتدخل في اللعب عماد فتحي يقطع بشكل رائع يفتح لنفسه كل الطرق وبقدمه اليمنى يعيد الزمالك للقاء بقوة. ده اللي كنا بنقول عليه وده اللي كنا بنتكلم عليه، فرض الشخصية من البداية، توجيه تحذير شديد اللهجة كده مبكر لكل الأندية ولكل المشاركين في الكونفدرالية. في يعني بالأمس طبعا كان في مباريات والنهاردة في مباريات، لو جات فرصة هنتكلم، وفي مفاجآت في مفاجآت في أندية وفي أسماء كبيرة مشاركة، لكن بالفعل امبارح كان في مفاجآت. الضربة الحرة إثيوبية من ناحية اليمين وبالقدم اليمنى تتلعب عالية جوه منطقة الجزاء، الشناوي ما خرجش، عدت الكورة ولسه خطيرة، لعبت عالية جدا، لفت من بره لفت من بره، تكفل عرفات ان هو يستلم غلط وطلعت الكورة بره الى ضربة مرمى. عماد فتحي 3 أهداف مع الزمالك في مسيرته الزملكاوية حتى الآن، هدفين في الدوري وأول أهداف الزمالك في الكونفدرالية عن طريق عماد فتحي. يعني نوبة صحيان للفارس الأبيض عشان يعود من أجل يعني يعود في المباراة بقوة ويدخل ويفرض طريقة لعبه واسلوبه ويسجل التعادل. كاسونجو كاسونجو لكن بابسع يبعدها بقبضة ايده. التركيز مطلوب على مدار الشوطين طوال فترة المباراة، اللعب في شوط وشوط لا، ده مش هينفع في افريقيا، ما ينفعش ما يمشيش يعني. كورة عالية تاني جوه المنطقة لكن اقوى من اللازم، يجري عليه عماد فتحي يلحقها مرة تاني، عماد بص حواليه محدش قرب محدش سنده، اعتمد على نفسه ونجح في ان هو ياخد ضربة حرة رغم الموقف الصعب. الاخيرة في الوقت الاصلي زيزو يلعبها على الايم البعيد ما زبطتش معاه خالص محمود عبد العزيز وخرجت اقوى من اللازم ولفت وطلعت برة الى ضربة مرمى. مدرب ولايتا ديتشا زينيبي في السياق اللي قال انه يعني اشاد طبعا بالزمالك وبتاريخه وبكل ده وقال هنحاول نلعب سنقاتل يعني وهنؤدي مباراة قوية. ادي الكورة اتلعب التاني عرضية جوه المنطقة، محمود علاء يلمس لسه خطيرة واتلعبت في اتجاه المرمى لكن تعدي وتروح بعيد من زيليلم ووليبو اللاعب رقم 7، اختراق
للدفاع الزملكاوي واختراق ووصول لمنطقة الجزاء، لكن الحمد لله طلعت الكرة برا الملعب من ووليبو.